شقي للحزن لو صار مثل الجمرة بعيونك وين تشوف ناس هناك من تحزن يواسونك طبعا أعزائي المشاهدين أغنية جميلة وطرقت أذانكم كثير لكن هذه الأغنية تذكرنا الفنان عزيز علينا أبو الابتسامة الجميلة والضحكة الحلوة والرقة وحافظ على الأغنية العراقية الجميلة البغدادية بكيانة المشاعر الحلوة أكيد فنان إن شاء الله راح تعرفون عليه ويانا واليوم راح يقدم لنا أجمل ما عنده من مشاعر وطيب هو الفنان الكبير إسماعيل الفروج شلون الصحة؟ أخبارك؟ الحمد لله شلون السازين إن شاء الله؟ الله يخليك حبيبي أستاذ إسماعيل طبعا يوم إحنا منورين بيك في برنامج نايت ميوزك والله منورة بوجودكم الله يسلمك تحياتنا لأستاذ نشأت اليوم وشاركنا في البرنامج شكرا أستاذ نشأت طبعا كلش كيف من قلت اليوم عندنا برنامج قال لي منو الضيف؟ قلت له ضيف أنت تحبه وصديقك القديم نشأت عزيز عليه والله هواي فقال لي أكيد اسماعيل قلت له اي استاذ اسماعيل اليوم ويانا لانه كان يعرف انت جاي واصل بغداد احنا طبعا قناه الرشيد احنا اليوم منوره بيك وبوجودك وما شاء الله كلهم محتفلين الكادر والمخرج كلهم طبعا احنا اليوم نريد نغني يعني نطلع من الاطارات شويه السوالف والسيفوها بعدين نرجع لها ويا البرنامج شو تقول؟ اكيد طبعا احنا جاي هنا على مود نغني نغني بس هذا شبك مرتبك ترتبك كل طبيعي منو؟ انت انا عمري ما ارتبك حلو 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 على فكره الارتباك يجيني بس بالحفلات لحد الان قبل لا اصعد على الستيج يعني مو ارتباك وانما قلق عندي نعم لحد اول دقيقه او دقيقتين على الستيج بعدين عادي لحد الان طيب هذا يدل على الحرص يعني تقدم فد شيء حلو يعني هاي فد شيء جميل احنا نريد معلمين المشاهدين بانه احنا على طول نفتتح البرنامج باغنيه فايش عجبك انت اليوم انت مغني سمعتك عمود تغني مركب هوانا مركب هوانا انبصلنا التراث الجميل عجبتك نسويها ان شاء الله ان شاء الله استاذ نشأت ويانا Thank you.
كنت انت فالسكند فويز يخبل الله يخليك فوقلص انت وساد نشأت فشي كل جميل وحلو. طبعا احنا بداية نريد نسمع من الفروة شي اللي بقلبه واللي يعزها من الاغاني اللي حلوة اللي كان يغنيها في الغربة. طبعا اكو اغاني مثلا اكو اغنية اسمها مسافر تعالى يا مسافر ذكرتني اللي عفواني اللي يعني جمهوركم من الخارج هواي يعني تفرجون هذا البرنامج. نعم. فأهديها لهم لأن أنا معاني الغربة وأعرف شنو هي. الغربة نعم. بس لما وصلت هنا لبغداد طبعا الموضوع اختلف حالياً. نصح لك. يعني أنا رجعت عندي وطن يعني الحمد لله. الله الله. هي هاي الروح المحبة الوطنية موجودة بإسماعيل الفرج كان يجسدها بالأغاني. الحمد لله. بالمناسبة أكو فد جروب كلش كبير في هولندا. نعم. الجروب يتواصل ويانا عن طريق إيميل البرنامج اللي موجود أسفل الشاشة. هذا الإيميل موجود أسفل الشاشة. كل المغتربين إن كانوا في خارج العراق وفي داخل العراق يقدرون يتراسلون ويانا بهذا البرنامج وتواصل. تحية إلى جروب الموجود بهولندا وتحياتنا لهم إن شاء الله يا ربي سلمون عليه كل شيء كثير نلتقي بهم في هولندا إن شاء الله إن شاء الله. وخصوصا إذا اللي كان متصل معايا على الخط لا. هو الأخ كريم طه تحياتنا لك وكل الجروب مالتك واحنا ان شاء الله مستمرين وياكم ويناتي ميوزك ومنحسسهم بالغربه ان شاء الله. ايش راح تسوي لهم يا سمعان؟ يا مسافر تعال هنا يا مسافر تعال هنا يلا. هاي طبعا واحده من الاغاني اللي لحنتها لي عادل عقله. نعم كان شيء جميل يعني بس اكيد راح يسمعوها الجمهور اليوم من الفنان اسماعيل الفروجي ان شاء الله. يلا نسمع يا مسافر.
غطى برميش عيني يا من سافر تعال هنا واريد تجافي وفرش بالقلب وارتاح وغطى برميش عيني اخاف تروح روح وياك وابقى بلا هوى ليا يشبه بيتك الأول ولا أحباب إلك يوفون مثل أحبابك الأول لا تصدق